تفضل يا هيثم سمعنا. حبي لكم حبي لكم يا شباب كاريزما يا شباب. حبي لكم طبع بغير تكلف والطبع في الإنسان لا يتغير. يا سلام. صبرت قلبي عن حبكم فأجاب لي. وش قال؟ لا 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 صبر لي. لا أصبر. لا أصبر. شكرا مكي. لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل السرور وصار الجود إنسار. تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأن في بقاع الأرض أمطار. وتشتهي العين وتشتهي العين منكم منظرا حسنا كأنكم في عيون أقمار. أنتم حياتي أنتم حياتي وإن شاهدتكم حضرات وإن تغيبوا تغيب الروح عن جسدي لا غيب الله عني وجهكم أبدا حتى يطيب بكم وجهي إلى الأبد. يلا مع بعض كلنا مع بعض. مرحبا بقدوم خلي يوم جاني في محلي يا هلا والفين سهلا والمهلي ما يوم. مرحبا بقدوم خلي مرحبا بقدوم خلي يوم جاني في محلي يا هلا والفين سهلا والمهلي ما يغلي. مرحبا بقدوم خلي مرحبا بقدوم فاني من غلطي لتعنى اشهد ان من اللي فاني اسفهل القلب غنى. مرحبا بقدوم خلي مرحبا بقدوم فاني من غلطي لتعنى أشهد إن من لفاني اسفهل القلب غن. مرحبا بقدوم خلي مرحبا بقدوم خلي يوم جاني في محلي يا هلا والفلس هلا والمهلي ما يغلي. مرحبا بقدوم خلي مرحبا بإنصاني من غلطي لتعنى أشهد إن من لفاني اسفهل القلب غنى. مرحبا بقدوم خلي مرحبا بقدوم خلي جاني في محلي يا هلا والفين سهلا والمهلي ما يولي. مرحبا بقدوم خلي مرحبا بقدوم خلي مرحبا بقدوم خلي مرحبا بقدوم. اخترت الفراق وإنما حكمت بذلك حين
الأيام هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا إني وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على ودهم راض بما فعلوا شربت كاس الهوى العذري من ظمأ ولذ لي في الغرام العل والنهل فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق إبراهيم بين الرفاق أيام الورى دول هل ترجع الدار بعد البعد آنسة وهل تعود لنا أيامنا الأول يا ظعنين بقلبي أينما ظعنوا ونازلين بقلبي أينما نزلوا ترفقوا بفؤادي ترفقوا بفؤادي في هوادجكم راحت به يوم راحت بالهوى الإبل حبيب القلب طربية الليلة أعطاكم المقام صبا بيبكونكم غازلتها فتبسمت عودنا فيها فرمى الفؤاد أنا غازلتها فتبسمت فرمى الفؤاد فرمى الفؤاد بحبها يبغي وصاله لا يطيق سواها هلا عرفتم من تكون حبيبتي ومن التي لبس الفؤاد رداها تلك الصلاة على الحبيب محمد صلوا عليه صلوا عليه لتلقوا في الجنان صدى أو بالعراق اي والله يا بحباب شلون حالتكم بعدنا أنا شبدينا والوقت عنكم أخ يا يابا إي والله يا بعيوني من البوات يوجع عني يوجع عني أنا ودوني الطبيب وصد عني دور ما لقى العيلتي دواء ما لقى العلت دواء سكين تحية 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 نايف الحالي الجسيس والمنشد الرائع والفنان الكبير محمد مكي يعطيهم العافية على إبداعهم على حضورهم على تميزهم على أدائهم الرائع أنا ودي وأكيد أن الشباب هنا محمد مكي من مصر وهيثم الملحاني من اليمن سمعونا تحية قوية لهم أحبائنا وعزاء على قلوبنا في الأخير كلنا واحد مسلمين قل لا إله إلا الله محمد رسول الله
ونفتتح لقائنا اليوم بالأصداء الجميلة والأصداء الرائعة اللي حصلت حينما تحدثت ليلة البارحة يا هيثم يا محمد وليهون البقية والسادة المشاهدين عن ابن عمان سلطنة عمان سيف الجنيبي وموقفه الجميل الذي أثار إعجاب كثير من رواد التواصل الاجتماعي. فأتت هناك رسائل شكر وصلتني على حساباتي الشخصية وحتى وصلت إلى الواتساب. هناك اتصال من سلطنة عمان بعد قليل إذا جهز سيقدمون رسالة لابن سلطنة عمان ولكم يا شباب بعد قليل إن شاء الله حينما يجهز الاتصال يا شباب يا كنترول خبرونا. المملكة العربية السعودية وتلك الراية الخفاقة التي عنونا لهذا العلم بلا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة التوحيد من قالها مخلصا ومؤمنا من قلبه وكانت آخر كلاما من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. سيف الجنيبي موقفه تحدثنا عنه وأنا الآن في دقائق فقط باسم كل مسلم باسم المملكة العربية السعودية باسمكم يا شباب باسم السادة المشاهدين. ربما سيف الجنيبي الأيام الماضية حضوره كان عادي ولكن بعد هذه اللقطة لما أخذت 3 ثواني كان هناك أصداء وشكر ودعوات لاحترامه لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله والاحترامه للعلم السعودي حينما التقطه قبل أن يقع على الأرض ورفعه محلقا في السماء. فشكرا سيف الجنيبي وأريد من كلمة وأنت في مكانك حتى يجي الاتصال وتشرفني هنا. وش تقول يا سيف الجنيبي؟ إيش في داخلك؟ إيش الموقف اللي تصرفت فيه؟ حدث الناس بما في قلبك. محمد وهيثم عطوني شيء عن السعودية بعد أو لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول لك هذا العلم غالي علينا نحن جميعا. عطونا السماعة اللي هنا يا شباب نبغى نسمع سيف. تفضل. أقول لك العلم هذا غالي علينا نحن جميعا. أشهد بالله. وهذا الحمد لله توفيق من الله انتبهت للعلم وهو طايح والحمد لله أني مسكته قبل ما يطيح وهذه عفوية ولا أرادية للأمانة أبني بغيت أني مسكه ولا شيء لا والله هذا توفيق من الله وهذا العلم غالي علينا جميعا في شعار لا إله إلا الله شعار التوحيد. نعم يا سلام يا سلام زملائك أكيد لكل واحد كلمة ودي اللي عنده مشاركة عبد الله بن رقعان تعال عندي هنا عشان ما تعبكم تجلسون بعدين ناخذ مشاركاتكم لان الوزن خفيف انا شايف والوزن الخفيف دائما يحب الجلوس والاجواء بارده جدا احنا في اجواء صيفيه رائعه سريع. طيب عبد الله الرقعان موقف جميل له معاني ربما مبطنه مخفيه بالرساله اللي فعلها سيف الجنيبي. انت ودك تقول لسيف اللي من سلطنة عمان لشعار لا إله محمد رسول الله للعلم السعودي للمملكة العربية السعودية اللي يقودنا فيها الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. سمعونا تحية لقادتنا حفظهم الله. ايش تقول يا عبد الله؟ أقول بيض الله وجهه على التصرف اللي بدر منه وهذا دليل على المحبة والتقدير اللي بيننا وبينهم وشعور متبادل. أكيد. والشاعر يقولون يهيض اللي في خاطره بالقصيد. يا سلام وأنت جاهز ما شاء الله تبارك نعم الله. نعم طال عمرك. شاعر اللحظة. يقول شنار عندك طيب دليل قدر المملكة عبر الإعلام سلام في موقف سواه سيف العماني جسد لنا عمق الترابط والإلهام وحنا نبادلهم شعور التفاني لأجل العلم الأخضر زرق زرقة إسهام في مشهد ما بين عدة ثواني الفارق اللي ينعرف بين الإعلام هو راية التوحيد عبر الزماني سلام الفارق اللي ينعرف بين الإعلام هو راية التوحيد عبر الزماني هذا علم دار الفخر عز الإسلام البيرق اللي ما يعرف الطماني في ظل سلمان المكارم والإقدام سلمان أخون وراح عدو الهواني هذا علم دار الفخر عز الإسلام البيرق اللي ما يعرف الطماني في ظل سلمان المكارم والإقدام سلمان خنوره عدو الهواني ومحمد اللي صار للشعب صمام صمام أمان ورفعته والتزاني ومحمد اللي صار للشعب صمام صمام أمان ورفعة والتزاني والله يحفظ المملكة طول الأعوام اللي غلاها بين عوج المحاني وسلامتكم سلام يا سلام يعطيك العافية عبد الله صح لسانك بيض الله وجهك ودائما الشعر والشعراء الرسالة في الماضي والإعلام في الماضي كان الشعر فها هو عبد الإله يصعد هنا على الستيج ويعطي هذه القصيدة والرسالة. فلاح العاصمي تفضل عندي لك كلمة في هالمناسبة الجميلة اللي احنا نفتخر فيها ونعتز فيها بالعلم السعودي ونعتز بقادتنا ونعتز بوطننا ونعتز كذلك بفعل
ذيبان سيف الجنيبي، وش تقول يا فلاح؟ أقول أول شيء الله يبيض وجه سيف، ولا هب غريبة من ابن السلطنة، وأنا أقول عنده الكثير، أنا جلست أنا وياه تحت الهواء عنده أشياء كثيرة لكن ما بعد قدمها، وعسى الله ييسر ويقدمها. أما كون أنه شل العلم السعودي هذا أول شيء الله يبيض وجهه، وهو علم التوحيد وهو علم العقيدة وهو علم لا ينكس ولله الحمد والمنة. أما الأمر الثاني أنا إذا بشكر أنا أشكر رجل عظيم، وأشكر رجل ينبغي أن في كل محفل وفي كل من يريد أن يتكلم يتكلم عن هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الذي أسس هذه البلاد، هو الملك عبد العزيز، هو الأساس رحمه الله. هذا الرجل رجل عظيم، رجل وهبه الله من التقوى ووهبه الله من القوة ووهبه من الله ما لا يعلمه بشر، يعني رجل يعني نمشي من هنا إلين مثلا تبوك 1600 كيلو، كيف وحد هذه البلاد إلا بقدرة إلهية خارقة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فاللهم لك الحمد، هذه البلدة قائمة على توحيد وعلى عقيدة وعلى قوة وعلى عزم وحزم، ثم استلمها من بعدها أبنائه، ثم وصلت عند الملك سلمان الله يطول عمره، وعند الرجل الصارم الحازم العازم الأمير ولي العهد محمد بن سلمان، أسأل الله يسدده ويوفقه ويجعل له من كل هم فرجا ويسدده ويصوبه. وأما أنا نصيحة أخ وأنتم أعلم مني بهذا، أقول ترى الكلام كثير على ولاة الأمر، وبعض الناس يدس السم في العسل وينطل كلمات من هنا ومن هنا، هذا ينبغي وجوبا علينا حتى ولو كان أخوك من أمك وبوك توقف عند حده، ما وقف صحيح. بلغ، لأن هذا شجرة فاسدة. الإمام النووي رحمه الله يقول الخروج على ولي الأمر أهون من الكلام عليه، لأن الكلام يؤلب الناس كثير لكن الخروج تخرج أنت لوحدك. فنصيحة أخ نصيحة محب، ترى البلد هذه إذا تزعزعت تزعزعت دول الإسلام كلها. أسأل الله لنا الثبات، وأسأل الله من أراد بهذه البلاد كيدا أن يفضحه أمام الملأ، وأسأل الله أن يسدد ولاة أمرنا آمين. وأن يعزهم ويوفقنا وإياكم لكل ما فيه خير. آمين. شكرا فلاح العاصم، يعطيك العافية. إذن كلام جميل رائع، وهذا المقطع يجسد روح الأخوة والمحبة بين نحن الخليجيين بصفة عامة وعمان والسعودية بصفة خاصة، بما فعل ابن عمان اليوم أو قبل بارح بفعلته الطيبة. بلاد المملكة العربية السعودية محفوظة من رب العالمين سبحانه وتعالى، بلاد حباها الله أمنا وكعبة، بلاد حباها الله أمنا وكعبة، بلاد حباها الله أمنا وكعبة، يصلي إليها الناس فرضا محتما، وآياتها ما دام للناس قبلة، بها بينات تلثم الأفق أنجماها، مقام خليل الله فيها محجبا، مقام خليل الله فيها محجبا، ومشرب إسماعيل، ومشرب إسماعيل من بئر زمزم، ومن أمها من أي قطر وبلدة، ومن أمها من أي قطر وبلدة، ومر على الميقات لبى وأحرما، وفيها مقامات وفيها مشاعر تبيض وجه الكون فخرا مسلما، ولو عرف الإنسان حرمة أرضها تأدب فيها، تأدب فيها،
تأدب فيها تأدب فيها واستقام وعظمها دول الخليج كلها يد واحدة وشعب واحد ومصير واحد يوحدنا التاريخ والقرابة وقبل ذلك الدين في نهجنا فنهجنا واحد ومكاننا دائما الثريا وهناك عبارة تقال دائما وتتكرر في أي محفل خليجي إيش هي شباب بصوت واحد خليجنا واحد وشعبنا واحد خليجنا واحد يا سلام وشعبنا واحد يعيش يعيش فليعيش الله أكبر يا وطن سلام عليكم يعطيكم العافية إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية أن يحفظ سلطنة عمان وكل بلاد العالم الإسلامي نتابع الآن وإياكم شبابنا شغل الشاشات عندنا كنترول والجمهور الكريم لمن لا يعرف هذه القصة ربما البعض يقول يا أخي قصة عادية لا مو عادية داخلها معاني عميقة جدا يترجمونها الرجال بكلماتهم يترجمونها العقلاء بعقولهم يترجمونها الشعراء بشعرهم والمنشدين بإنشادهم نتابع هذا المقطع اللي من خلاله نعرف القصة 30 ثانية ونعود في السوشيال ميديا اليوم وأمس مليونية ما شاء الله ابن عمان مقطع له علم المملكة العربية السعودية كان محلقا ولا زال محلقا لكن فوق الجدار هناك فوق المحل كان ابن عمان سيف جالس في العلم بغى يطيح في دره فنقز نقزة الذيب وقفز فرفع العلم بيده فوق فجاء عليه تصاميم ونشر في السوشيال ميديا من كبار الحسابات كبار الحسابات السوشيال ميديا يثنون على موقف ابن عمان تجاه علم المملكة العربية في السوشيال ميديا اليوم وأمس مليونية ما شاء الله ابن عمان مقطع له علم المملكة العربية السعودية كان محلقا ولا زال محلقا لكن فوق الجدار هناك فوق المحل كان ابن عمان سيف جالس في العلم بغى يطيح في دره فنقز نقزة الذيب وقفز فرفع العلم بيده فوق فجاء عليه تصاميم ونشر في السوشيال ميديا من كبار الحسابات كبار الحسابات السوشيال ميديا تحية تحية لسيف جليبي سيف تفضل معي هنا شنار الدوسري تفضل معي هنا وابغى اسمع كلمة من سيف الجليبي واعطيها بشارة حلوة على فعلته هذه البسيطة واعتقد الشباب كلهم بيفرحون لك يحبون لك الخير ولا في احد شاك فيه؟ لا والله كلهم يحبون لي الخير جزاهم الله خير. ترى واحد عن يميني واحد عن اله انتم. طيب سيف المقطع انا قبل شوي ترى ما سمعتك زين. ايوه. الان ابغاك تعيد في الخاطر ممكن يجي في البعض يجي في راي البعض البسيط العفوي يقول والله سيف بس خاف ان العلم او الخشبه العصا تطيح فوق راسه ولقط الموضوع وشاله. لا والله والا انت عندك لانه الموضوع أعتقد ما وصل لقلوبنا إلا في عمق داخلي جميل جدا في داخلك تعبر هذا العلم علم التوحيد لا إله إلا الله هذا ما حد يرضى أنه يطيع على طول والله ما يطيع عاد أحد فينا حي الله 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 عيد الكلمة معليش والله ما يطيح عاد أحد فينا حي إن شاء الله الله أكبر الله أكبر وهو العلم يا سلام يا سلام ها طيب شوي وهو العلم الذي هو العلم الوحيد الذي لا ينكس صح ولا لا صحيح لا ينكس لا اله الا محمد رسول الله ها لا ينكس لا ينكس شنار الدوسري كلمه او قصيده او شيله صوتك الجميل اقول الله اللهم اجعل هذا البلد امنا آمين. الله يبيض وجه اخونا ابو محمد على فعلته اللي ما تستغرب منه اهل عمان هم اهل الشهامه هو اهل الفزعه وعمان والسعوديه واحد ابيات اخوي عبد الله بن رقعان قبل شوي سمعتها ونعم ويستاهل وجسدنا لها لحن ونبي الشباب يتفاعلون معنا وإن شاء الله نطلع بشيء يلا عطنا دليل قدر المملكة عبر الإعلام في موقف سواه سيف العماني جسد لنا عمق الترابط والإلهام وحنا نبادلهم شعور التفاني
لأجل العالم الأخضر زرق زرقة أسهام في مشهد ما بين عدة ثواني الفارق اللي ينعرف بين الأعلام هو راية التوحيد عبر الزماني هذا عالم دار الفخر عز الإسلام البرق اللي ما يعرف الطماني في ظل سلمان المكارم والاقدام سلمان خون راح عدو الهواني ومحمد اللي صار للشعب صمام صمام ما نور فعتن واتزاني والله يحفظ المملكة طول الأزمان اللي على بين حجب المحاني اللي على بين حجب المحاني يعطيك العافية الله يعافيك وجهك ولا أنت يعطيك العافية شكرا شنار عز الله أن نحبكم كأنها الحكم السعودي ثبته عبد العزيز ولا تغير ولا بيتغير إن شاء الله 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 يعطيك العافية شكرا شكرا يعطيك العافية طيب سيف فيه مداخلة هاتفية الآن جالسين يتواصلون الكنترول من عمان ومن شخص صاحب وجاهة في سلطنة عمان يبغى يداخل بعد هذا الموقف الجميل ليعطي مداخلته فننتظر الآن المقطع الفيديو أو المداخلة الصوتية لأنه إلى الآن يقولون الشباب يتواصل معه لكن ما رد ممكن أنه نام أو عنده عذر فإذا ما رد فأعطونا المقطع يا شباب الفيديو إذا جهز مباشرة فيصل بن علمان تفضل معي فيصل حتى يجهز المقطع والشباب من كان له مشاركة يقدمها لنا شعور جميل نفتخر بأن خليجنا واحد نفتخر بفعل أي واحد فيكم يقدم فعل طيب اعرفوا بأنه سيكرم وسيدعى له من كل من يشاهدنا أهل الخير فيصل العلمان موقف شفته لك كلمة وعندك كلام صحيح أنا ما نستغرب العلم الطيب من هالعمان وعز الله أنها مرسلوا لنا رجال إنه يجمل سهل حنا عرفناه نشوفه أول ما جاء ورحبنا به وتعرفنا عليه من قريب وعز الله انه نعم سهل. وهو خيرة من يمثل عمان واهل عمان وحنا نقول ان خليجنا واحد وحنا متفقين حنا ويا الشباب ان شاء الله بنحط لنا صفين ان سمحت لنا بعد الفقره ولا الكلام الطيب مهما قلنا ما نوفيهم حق صفين وش بتقولون فيها نقول فيها ابيات ابو فهد الله يبيض وجهه ويطول حياته ويحيي ايه نعم حلو طيب يعني فيما يخص موضوعنا هذا اي نعم حلو يستاهل يستاهل سيف الجنيبي يستاهل الطيب الله يرضى عليك شكرا فيصل الله يرحم والديك وجهك ابيض ما في كاني وياه اللي يقول هاي فيصل علمان داخلها داخلها ما شاء الله تبارك الله نايف تفضل عندي تخليك معي واقف لاني جيت اتصال او في طبعا ما ابغى احرق الفيلم خلوا المقطع يجي واقرا عليكم انا والساده المشاهدين نايف الله يمسيك بالخير يا ابو عبد الاله وبيض الله وجهك يا سيف وانت سيف على اسمك والموقف اللي شفته انا والله ما توي اشوفها قبل شوي انا اسمع الرجاجيل يمدحونه ومدحك البارحه والله انه زادني لانه اخينا استاهل ويوم شفت المقطع والله العظيم اني شوشت وتلومست يا سلام والله هو بمشوش الا رجال جيد انا سمعت بيض الله وجهك ودولتنا الله يعزها والله ان شاء الله يقر قرارهم والله هم لك الحمد نحن في ذا البلد المعطى والحمد لله على كل حال وبيض الله وجهك وحن اخوانك انا جيتنا من عمان وقد قلنا لها قلنا لها لك يوم جيتنا حن اخوانك جاي من اخوانك عند اخوانك ومرحبا بك شكرا لك محمد مكي عن السعوديه تعال عندي وش بيقول ابو مكي ابن مصر وانت في السعوديه
وتحب السعودية أكيد وعشقك السعودية أكيد طبعا. الآن وش بيقول أبو مكي؟ بقول الله أكبر يا السعودية يا ملاذ الضايق العاني يا العظيمة يا المثالية يا كريمة بين الأوطان الله أكبر يا السعودية يا ملاذ الضايق العاني يا العظيمة يا المثالية يا كريمة بين الأوطان عاش سلمان ملكنا وعاش سلمان عاش سلمان يا بلادي وعاش سلمان عاش سلمان ملكنا وعاش سلمان عاش سلمان يا بلادي وعاش سلمان والشعب كله يردد عاش سلمان والشعب كله يردد عاش سلمان عاش سلمان يا بلادي وعاش سلمان عاش سلمان ملكنا وعاش سلمان والشعب كله يردد عاش سلمان عاش سلمان عاش سلمان يا بلادي عاش سلمان عاش سلمان ملكنا عاش سلمان والشعب كله يردد عاش سلمان والشعب كله يردد عاش سلمان عاش سلمان يا بلادي عاش سلمان عاش سلمان يا بلادي عاش سلمان والشعب كله يردد عاش سلمان والشعب كله يردد عاش سلمان عاش سلمان يا بلادي عاش سلمان عاش سلمان يا بلادي عاش سلمان على الدنيا ضمير الجهل خلى البشر
يعطيكم العافية، يعطيكم العافية. جاني شد عضل يا شباب، الله يبيض وجيهكم بياض الشحم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، حماس. بحضر معكم مع الكوتش طارق عشان اللياقة. الله يبيض الله وجيهكم، كسرتوا الستيج بس عادي، جعلها في درجولكم. طيب المقطع جاهز. المقطع هذا يا شباب فيه مفاجأة جميلة رائعة تسعدكم وتسعد خويكم، وهناك هدية بمناسبة هذا الموقف، وهدية كبيرة وهدية جميلة لسيف الجنيبي. المقطع جاهز يا كنترول؟ كنترول أنتم معنا ولا جالسين تخرجون لقناة ثانية؟ كنترول معنا؟ المقطع جاهز؟ أنا ما أسمع شيء. سلمت لا أنت؟ عشت. طيب المقطع جاهز، نتابع. فيصل، فيصل ثاني عبد الواحد ريان، خليكم معنا. يلا 3 2 1 ونشوف الآن وش الهدية المقدمة لي. تعال 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 معي سيف، تعال تعال عند الشاشة هنا، طلعونا الهدية يا مخرج عندنا على الشاشة هنا. أبغى سيف بنفسه يقرأها، سيف بنفسه يقرأها. قرب هنا، قرب، تعال قرب من عندي. يلا عطونا المقطع اللي فيه الهدية وصورة الشخص اللي أهدى لسيف هذه الهدية. ما هي يا ترى؟ ما هي يا ترى على هذا الموقف الجميل من؟ يلا عطونا، رحنا الساحة، ايش ودانا الساحة يا مخرج؟ رجعنا على المقطع. يقول الشيخ غريب من سعد الجنيبي، وبمناسبة الموقف البطولي الذي قدمه سيف الجنيبي برفع الراية السعودية، يقدم الشيخ غريب بن سعد الجنيبي هدية بكرة عمانية أصيلة من هجن السباق. بكرة عمانية أصيل من هجن السباق، وذلك للمواقف النبيلة بين الشعبين، مملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. يا منيب ارفع الصوت عالي، وألف ألف ألف مبروك لسيف الجنيبي. Yeah.
العافية، يعطيكم العافية جميعا. ما قصرتوا، يستاهل سيف الجنيبي. محمد بمساعد الودعاني، تفضل عندي. شعورك والشيء غريب، اسمه غريب كذا الجنيبي صح؟ ولا غريب؟ غريب بن سعد، غريب بن سعد الجنيبي، هنا شيخ وهام طال عمرك. يستاهل، انا وصلني العلم انه شيخ ورجل عمان وجاهه وجاه في عمان، وتابع المقطع واثنى، وصلني مقطع صوتي من حقيقه. يشكر ويثني ومبسوط من فعلتك، وهو كان بده انه يداخل معنا على الهواء ولكن ما حصلت الفرصه. الان هو يتابعك ويشوفك وقال انا داعم لسيف الجنيبي في البرنامج حتى ياخذ الناموس ان شاء الله والمركز الاول. هو مثله من اهل عمان وايضا المملكه العربيه السعوديه لزملائك. وش تقول؟ اقول بيض الله وجهه ابو بدر وبغريبه عليه طالع ابراهيم، يمد من زود وهديه شيخ ومقبوله بصدر الرحب. ايه، بعض الناس ممكن ما يعرفون قيمه البكره العمانيه، اصيل من سباق الهجل. وش قيمتها المعنويه وش قيمتها الماديه؟ فهل البل هنا يعرفون ولا ها؟ بالغاليات عند هلن يعرفون اخوان شمل. أشهد بالله. ها، قيمة المعنوية وقيمة المادية تقيم؟ حتى هدية شيخ تسوى الدنيا ولا فيها. يعني معنوية عندك أكثر من كونها مادية. أشهد بالله. وأبو بدر ما يمد غير طالع عمرك من زود، وما يمد غير السلالة اللي تبيض الوجه وتعرف بك العالم. يا سلام يا سلام. طيب محمد الودعاني وش بتقول؟ أقول الأول أن بيض الله وجهه ومن كريم المستحق. مايكي شغال؟ مايكي شغال، نعم. سلمت. أقول بيض الله وجهه ومن كريم المستحق، وأنت يا أخوي سيف على اسمك سيف، وتتميز بالأخلاق العالية، وندل هذا دل على نخوتك وعلى فزعتك، وإن وياكم يا أهل عمان عيننا في راس خليجنا واحد، طولتكم من طولتنا. وعلى طاري يوم قلت الصعرية، على طاري البكرة خطرت على بالي أبيات يقول فيها: يا حزم يركب من على منجوبه، يعجبك يفجل خلاص ربالها، صفاك تنصعاك تنسباقة، تشتي الربدة يوم حق جفالها، منجوب تم علوم تم مجنونة، تجفل يا شافت سواد ظلالها. أنت وحيني والمشاعر مختلطة، لكني بحاول أترجمها بلساني، والله يجمني ويعيني. وأقول أما العلم، فالعلم يدل على الوحدة والانتماء، كان يرفع قديما في المعارك لرفع الروح المعنوية، إن ظل شامخ رحماني بالله رضاكم، لجلكم نبذل اللي لايق مستواكم، جتكم الواقع بحلة وطلعت تدقى. أنا كرزماوي تعلن قناة الواقع الفضائية ممثلة في المسؤولية الاجتماعية عن فتح المجال للأسر المنتجة للمشاركة في برنامج كاريزما، وتؤكد دعمها الكامل لجميع الأسر المنتجة. للتنسيق والتواصل على رقم 058-077-0201. إن كانك تدور الزين والطيب تلقاه عند الغربي، جودة ونظافة وتنوع نراهن لك عليها. هذه جلسة العريس، لا جاءت باقة العرسان هدية. في مركز أقدامي تدليك وحمام عليه الكلام، نقول لك بعده منك المال ومنها العيال. الكشتة رغم وناستها ما تخلى من الغبار والتراب والصلف، كشتتك بالنفودة والثمامة. باقة الحمام المغربي تقدر عليها. فروعنا المختلفة تخدمك أنت أو أختك، أمك أو زوجتك، أي أحد تعرفه حنا جاهزين وبالخدمة، وباقاتنا تقدر تهديها. احجز خدمتك في مركز أقدام. غسلة مجانية لسيارتك، عرض حصري ولفترة محدودة مع الكاش باك 100% للعميل الجديد بكل موقع ولكل وقت وبكل الأيام. سويتر رفيق سيارتك بجميع الأحوال، باقات سنوية وشهرية بدءا من 29 ريال للغسيل الداخلي والخارجي. امسح الكود وحمل التطبيق والحق على العروض.
تعرف على سر الصحة والنكهة جميعا ويحفظهم ويبارك فيهم. أنت قلت طيب الله ثراه، المقصود اللغة العربية طيب الله ثراه، وش المقصود فيها؟ طيب الله ثراه الملك عبد العزيز وطول الله عمر ونباء الملك سلمان بن عبد العزيز. جميل، الله يجزاك خير وفي قدرك. شو بتقول يا سيف؟ علوم كم بعمان واللي من عمان رد السلام وقال ما هي غريبة أنتو وهال الفعل يا عيال سلمان الشام، وخلي كلنا نعتزيبه. شكرا محمد ودعاني، يعطيك العافية. شكرا سيف، الله يعافيك رب العالمين، ما قصرت وبيض الله وجيك، استاهلوا خير من الله مشاركة وعلى اللقاء الرائع. والشيخ سلطان بن ثقل يعطي البشت الزميلة سيف الجنيبي، شيخ القرية شيخ كاريزما يهدي سيف الجنيبي. سيف الجنيبي ارحب، معليش انا شغلتك اليوم، يوم قبل ايام اقول لك بارد في البرنامج، هل المقطع ذا خلانا نحسي فيك واجد، نتكلم فيك واجد، نثني عليك خير لانك كفو، وان شاء الله انك مرضي والدين ويدعوا لك بالخير. لاجل هذا ما شاء الله اليوم نتكلم عنك وعن فعلتك، والقادم اجمل واروع منك ومن زملائك، فمن يقدم السبت يلقى الاحد على قولتهم. سيف الجنيبي البارح كلموني الاخوان في الاعداد وقالوا لي بان الى الان لم ياخذ عمره ابدا، فكان وده يروح مع الشباب في الاهلي العاصمي من ناحيه الرجباني، فاعتذرت منه ليلة البارحة، لكن نظرا لليلة الجميلة هذه فأنا اليوم على حساب القناة نقول له راح يروح مكة إن شاء الله مع زملائه ياخذ العمرة بإذن الله تعالى. بيض الله وجهك يا أبو عبد الله، جزاك الله خير، دائما قادر. الواقع الفضائية هدية لك وعلى فعلتك تجاه العالم المملكة العربية السعودية وتجاهنا احنا، لان حبينا مثل هالفعل اللي احنا نتنوم اسبه. صباح الخير من الله. ايش بتقول يا سيف؟ انت ما اخذت عمره وخلف الكواليس تقول ياخذ عمره، اليوم اهديناك الهديه من عمان، هدولك بكره عمانيه وحنا نهديك عمره تدعو لنا ان شاء الله بالخير. بيض الله وياك، الله يفكهم ان شاء الله. استاهلوا خير من الله. استاهل، بس تدعو لنا ولا ما راح تدعو لنا؟ تدعو لنا بالخير ولا ما راح تدعو لنا؟ لا والله بدعي لكم بالخير، والله يوفقكم ان شاء الله. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، يعطيك العافيه. وشيخ القريه الاسبوع سلطان بارد اليوم، فما شاء الله في الدسه مشحه ملحم، عزلك كفو نعم ما عليك والله زور، والمواقف هذه ما بعد سمعت صوتك، انت مسخن اليوم تعبان؟ اي والله، لكن ما ترى باس، لكن اللهم لك الحمد، بعض المواقف يا طويل العمر وبعض الفعول يا طويل العمر اللي يفعلونها المطاليق تشفي الرجال من كل عله. فانا اقول سيف الله يبيض وجهك ويطول عمرك، انت حر وولد حر، جزاك الله خير، والحر ما يرث الا حرار، يا ظلوي لو وش نقول فيك، ما فناك حقك، ما سويت انت طول العمر هذا من طيب راسك. مضبوط ان في القريه هنا يطول العمر، واغلى ما عندي يطول العمر البشت اللي عليك، جاني يطول العمر من ابن الشيخ ورئيس المركز علي بن محمد ولده مبارك، انت شفت يطول العمر، وهذا علي البشت ذا يطول العمر، ولا حطيته من منسبي يطيل العمر، شلته من منسبي حطيته على منسبك يطيل العمر، الا انت زهاه يطيل العمر وعلمك طيب وانت راعي. جزاك الله خير بيض الله. طيب يعطيك العافيه وبيض الله وجهك يا سلطان، ما قصرت. طبعا عشان وقتنا ما يداهمنا، كل الشكر والتقدير لكم على وقفتكم على كلامكم لزميلكم. سؤال بكل صدق وامانه، ممكن يجي في بال احد، تراكم عطيتوا الموضوع اكبر من حجمه، فابغى واحد منكم يرد. من لها؟ عبد الله العتيبي. انا اولا اشكر اخوي سيف على الفعل الغير مستغرب. ايه ولا والله الحركه يمكنها 3 ثواني ولا 4 ثواني، لكن تحمل في طياتها الكثير، تحمل الشهامه الغير مستغربه من سيف ومن اهل عمان، وهذا كلام اهل الخليج كلهم. وحنا نشكره ولا نستغرب الطيب، وهذه راية التوحيد وبلاد الحرمين ومهبط الوحي، وحنا اخوان ان شاء الله الى ان يرث الله الارض ومن عليها. يا سلام يا سلام، يعطيك العافيه بيض الله وجهك. طيب قبل الختام نبغى نذكر انفسنا ونذكر الساده المشاهدين، لان هالفقره برعايه جمعيه البر الخيريه بالجديده، فنبغى نذكر اخواننا واخواتنا بوقف اليتيم بمكة تابع لجمعية البر الخيرية بالجديدة، السهم الشامل ب 300 ريال. لو اجتمعنا 1000 واحد من اخواننا واخواتنا اللي يتابعونا الان وتبرعنا ب 300 ريال، هذه 300,000 ريال جت خلال دقيقتين. شفتوا كيف الموضوع سهل؟ فودي الان من اهل الخير يتابعونا لا يوقفون، ادخلوا تطبيق الراجحي وروحوا لايقونة
تحويل ثم جمعية خيرية ثم اكتبوا فوق الجديد يطلع لكم جمعية البر الخيرية الجديدة ثم يطلع لكم عدة خانات أو أيقونات. الأيقونة قبل الأخير هي وقف اليتيم. تبرعوا بالسهم الشامل 300 ريال أو بأي مبلغ، ب100 ريال عن نفسك أو عن والديك، ب100 ريال وإن كان تبيها لكل من تحب وتعز وتغلي، والديك وعيالك وأهل بيتك، ليقيكم الله الكوارث والمصائب. فتبرعوا وتصدقوا وشاركوا، وحنا عندنا ذنوب إلى الليل، الله يعفو عنا ويتجاوز عنا. فالصدقة تطفئ غضب الرب، والصدقة تطفئ الخطيئة اللي هي الذنوب، ها، كما يطفئ الماء النار. فالصدقة الآن يعني حجاب لنا إن شاء الله عن النار وقرب لنا إلى الجنة وضمان بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة. كلما تحدثنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام نقول ودنا أن نكون جنبه مرافقين. طيب، هذا بالقول، لكن الفعل، هل فعلت؟ هل تقدمت؟ يقول لي: والله نجتهد، والله أني أصلي على الرسول كل جمعة. طيب أوكي، جزاك الله خير وبيض الله وجهك، لكن هل فعلت بأنك تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بكفالة اليتيم؟ الرسول يقول: تبي تكون جنبي في الجنة؟ اكفل اليتيم. لا، واليتيم في مكة الأجور مضاعفة، اليتيم بكل شعرة حسنة. تخيلوا، مسحت على شعر رأس اليتيم، كل شعرة حسنة. اليتيم فقد أبوه تحت سن 15، فهو اليوم بحاجتنا وبحاجة وقفتنا. ما أجمل اليوم أن نكون مرافقين مع صلى الله عليه وسلم وأن نحجز مقعد بجواره عليه الصلاة والسلام لأننا نحبه. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تتبع محمد صلى الله عليه وسلم عشان يحبنا الله، نصلي عليه علشان نحب حنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. ونقول هالحديث دائم مجالسنا، ونقول: هذه سنة الرسول، لا تنسون السنة الرواتب، لأن اللي وصانا عليها من؟ الرسول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما أمرتم كما أمرتكم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فنقول: الرسول كان يصلي كذا، فحنا نقلده في الصلاة. هذه كلها عشان نسمع كلام الرسول. طيب، إذا بتسمع كلام الرسول، الرسول هذا اللي أنت تحبه، افعل اليوم وقف اليتيم 300 ريال، مو بكل شهر استقطاع من راتبك، 300 ريال مدى الحياة في وقف الآن بنشاهده على الشاشة، لأجل أن نكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قيل عن النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يا محمد مكي وهيثم بموال جميل عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نشعر بحبنا له، حتى نشعر بأن مرافقتنا له شرف، حتى نشعر بأن لما قال عليه الصلاة والسلام: إذا كفلت يتيم تكون مرافقي، فهنا الشرف، هنا الفخر، هنا العز، هنا الكرامة، هنا الرفعة، بأننا معه وراح نشاهده وراح نصافحه وراح نشرب من يده الطاهرة الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. فماذا قيل يا هيثم عن النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ سمحوا لي أجلس جنبكم. طيب، أوكي، سلمت. هلالك كم تحن له القلوب، وذكرك كم يردد يا حبيب. هلالك كم تحن له القلوب، وذكرك كم يردد يا حبيب. وكم باتت بحرقتها جفون، يؤرقها التأوه والنحيب. إذا ما الجذع حن إليك يوما يوما يوما، وكاد لفرط حسرته يذوب. فماذا يفعل المسكين منا وفي أحشائه هذا اللهيب. رسول الله، وإني لا أدري كم زللت وما أصيب،
وأدري أن زلاتي كبار 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 وأن الجذع ليس له ذنوب وأن الجذع ليس له ذنوب. اللهم صل عليه وعلى تحية ليثم الحاني ما شاء الله تبارك الله. محمد صلى الله عليه وسلم وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم نحب نريد أن نتقرب ونريد أن نكون مرافقين له. اليوم هذه فرصة أعتقد، وما أجمل الفرص حينما تأتي أن نستغلها. ودائما نقول يلي تبون الخير أقبلوا على الخير، دام الله فتح لنا باب الخير فنحن بإذن الله مشاركين فيه. أول نبي نشارك، نبي نتبرع، نبي نتصدق، ما ندري وين نروح. اليوم الله سخر لنا هالجمعيات الخيرية اللي تكفل الأيتام عن طريقكم وتبرعاتكم. وقف في مكة داخل حدود الحرم، إذا رحنا مكة ودنا نصلي كل الصلوات في الحرم. ليش نقول الصلاة بمئة ألف صلاة؟ غنيمة وفرصة. اليوم حنا نقول داخل حدود الحرم، العلماء اللي نثق فيهم ونثق في ديانتهم يقولون بأن الأجور هناك حتى في الصدقة مضاعفة، فما أجمل اليوم أن نتصدق. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، من كفل يتيما يا شيخ فلاح وش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دائما حديث تكرره ذكرنا فيه حتى يستغني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما بين المسلمين ويطعمه من طعامه ويشربه من شرابه حتى يستغني وجبت له الجنة. هل الآن اللي يتبرعون الآن 300 ريال سهم الشامل يشملهم مثل هذا، خصوصا أنه وقف في مكة؟ بإذن الله أنه يشملهم، لأن هؤلاء هم اللي ضموا هذا اليتيم، وهم اللي تعاونوا في ضم هذا اليتيم وفي النفقة عليه وفي تدريسه وفي كفافة من الفقر إلى أن يكون مستغنيا. هل 300 ريال بالعقل والمنطق بتكفي اليتيم عشرات السنوات وإلا إيش؟ فهمني في هذا الوقت. لو الآن أنا ما عندي إلا 300 مثلا، وهذا ما عندي إلا 300، لو إحنا ما تعاوننا ما قام هذا الوقف. إيه؟ فالله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني تعاونوا، يعني على قولتنا حنا باللهجة قوموا تعاونوا ما ذلوا. هنا الله سبحانه وتعالى يقول: تعاونوا على البر والتقوى. شيخ فلاح، هل هذا من البر والتقوى؟ من أعظم أعمال البر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسح على رأس اليتيم له أجر. إيه؟ فكيف وأنت تطعمه وأنت تهتم فيه وفي دراسته حتى يبلغ؟ حتى الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: وأما اليتيمة فلا تقهر. يعني لا تقهروا الأيتام، لأن يعرف الله سبحانه وتعالى بما داخلهم من فقد الأب والقوة والسند، فيقول لا تقهروا الأيتام. في اليوم إحنا يا شيخ فلاح لا نقهر الأيتام ولا لا؟ نعم. بعدم إكمال هالوقف تحديدا لأننا نتكلم عن أو عن أي جمعية أخرى، لكن إحنا اليوم دامنا الجمعية جت في القناة وأعلنت وتواجدت في ساعات بث مباشر حتى تكمل وقفها. لو قلنا الآن 100 ألف واحد من إخواننا وأخواتنا أبغى كل واحد من 300 ريال، قادرين الشيخ فلاح؟ وش الرسالة اللي في 10 ثواني بتقولها لإخواننا وأخواتنا اللي بيأخذون صك كفالة اليتيم من الجمعية اللي رقم جوالها مسفل الشاشة أو بطاقات هدايا يهدون آبائهم أمهاتهم؟ 1000 واحد نبي الآن نتعاون وتعاونوا على البر والتقوى. أنا أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة بل تزد بل تزد بل تزد. فلا تحرم نفسك في أن تتصدق، لأن الصدقة معناها ليس أنها يرتفع المال، يعني نقص 300 ترى بيزودك بيجيك 600، لا، المعنى أنها بركة معنوية تبارك في هذا المال. أسأل الله لي ولكم التوفيق. آمين، جزاك الله خير وبيض الله وجهك ويعطيك العافية. في تبرعات وصلتنا من الجمعية، هنا عمر المطير يتبرع جزاه الله خير ب200 ريال، وهنا عبد الرحمن السعيد يتبرع ب300 ريال، وهنا مباسم العمري يتبرع ب300 ريال، وهنا هيا القريني تتبرع ب300 ريال، ورشا يا سبحان الله العظيم، يعني في آية ذكروني فيها اللي استجابوا لله وللرسول، فهنا أعتقد استجابة. من يعرف الآية؟ في آية في كتاب الله سبحانه وتعالى نسيتها والله، لكن ما أجمل استجابة، وما أجمل أن إذا سمعنا ها؟ وش تقول يا شيخ محمد؟ الآية تعرفها؟ إذا دعيتم فانفقوا في سبيل الله. لكن هي أقصد الاستجابة الآن، الاستجابة السريعة من إخواننا وأخواتنا الآن. لما نتكلم عن الوقف التبرع هذه في دلالة، لأن الإخوان والأخوات الآن تكلمنا قبل 3 دقائق مباشرة، في دقيقتين أرسلوا الإيصال أو في المتجر الموجود
وقرئت أسمام على الهواء مباشرة. أسأل الله سبحانه وتعالى لمن أنفق وشارك وتبرع لمثل هذا الوقف ورحم اليتيم إن الله سبحانه وتعالى يرحمه. أسأل الله سبحانه وتعالى لمن طلب الشفاء بالتبرع لمثل هذا الوقف، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافيه وأن يرفع عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقة. فما أجمل كل مريض، أعتقد كل بيت فيه اللي عنده ضغط واللي عنده سكر واللي عنده كوليسترول واللي عنده مريض واللي عنده، الآن الصدقة باب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالآن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن الصدقة فيها الشفاء. سيف ايش تقول؟ الله يجعلنا وياك من أهل الصدقة، وأحث وأنصح نفسي وأنصح اللي شاهدنا بالصدقة. أنا اليوم عندي ثلاث هدايا، اسمعني، أنا عندي ثلاث هدايا. الهدية الأولى أهدي لسيف العماني سهم ويستاهل تبرع، والسهم الثاني أتبرع بنية والد مناحي الرجباني، والسهم الثالث أهديه إلى فيصل بن حازم بنية والده. الله يرحمه والله يجعلنا وياك من المبادرين بهذه الصدقة. جزاك خير يا سيف، ما شاء الله تبارك الله. كل يوم كل ما تكلمنا عن الوقف، البارحة أهدى لي والد الشيخ فلاح ووالد مناحي، صح؟ أي نعم. واليوم تهدي لي أخوياك وزملائك الثانيين، فبيض الله وجهك لمحبتك لأخوياك ولآبائهم وأمهاتهم، فهذا دلالة ما شاء الله عليك أنك متربي وتربيتهم طيبة وعائلتهم طيبة، يحب الخير للغير، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه عن الإنفاق والصدقة؟ أنا أتمنى نركز في الآيات هذه يا جماعة الخير. خلوا كلام ناصر، خلوا كلام فلاح، خلوا كلام سيف، خلوا كلامنا كلنا. الله اللي خلقنا وشق أسماعنا وأبصارنا، نحن نؤمن به؟ نعم، مسلمين. إذا كنا نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فلنفعل ولنتقدم ولنكفل اليتيم داخل حدود الحرم في هذا الوقف بما أننا نتكلم عنه. وبشروا بالخير، نبي 1000 واحد منكم من 300 ريال اللي هو السهم الشامل عنك وعن عيالك، حتى الله يحفظكم الحرائق والحوادث والكوارث والمصائب. يعني صانع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، لا قدر الله مكتوب عليك حريق في بيتك، ترى الصدقة تنجيك وتنجي عيالك. قدر الله حادث سيارتك ولا سيارة عيالك، استودعهم الله بها الصدقة. والله أني صادق، هذا ترى مو بكلامي، أنا بس ناقل لما قال محمد صلى الله عليه وسلم. فما أجمل اليوم أن نبادر لحماية بيوتنا، سياراتنا، حلالنا، مالنا. والله أني أولكم أني أتكلم دائما وأني أتصدق لحماية نفسي وعائلتي وأهلي وأمي وأبوي بالصدقة. فدام الله، أحيانا بعض الناس لما يكون ما في برامج زين أو بين برنامجين في 20 يوم، والناس نكملنا وقف ولا وقفين في أي برنامج، والله العظيم الناس تواصلوني في تويتر والسناب الخاص يقول ناصر خبر لنا وقف، دلنا على وقت بنروح نبغى نتبرع فيه. يعني بعض الناس يحسون عندهم ذنوب ودهم يروحون، ثقتهم في ناصر يقول دلنا على وقف نبغى نروح نتبرع فيه لان خبرنا الوقفكم اكتمل اللي في البرنامج الفلاني، فدلنا. فيشهد الله ان هذا اللي حصل، ففيه دلاله ان الناس يحبون الاوقاف. وليش الاوقاف؟ ليش ما جاء مثلا سقيا ماء؟ رغم ان اعظم الصدقه سقيا الماء. الوقف ميزته انه يستمر مثل ما استمر وقف عثمان بن عفان رضي الله عنه 1400 سنه وزياده، والحسنات ماشيه. فالذكاء عند الجمعيات انها تركت لكم مجال حتى تكونوا انتم اذكياء وتنفقون لتكفلوا الايتام. اكفل يتيم يا من يريد الذريه، اعرف اشخاص محرومين الذريه، فكفلوا اليتيم فرزقوا بالذريه. ماذا يقول الله يا هيثم في كتابه؟ ننصت، واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. نبي الرحمه، نسمع وننفذ وندخل الان ونتبرع. شو يقول الله يا هيثم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب لولا أخرتني إلى أجل قريب
فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. جزاك الله خير وبارك الله فيك. يعني بداية الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. لأن أحيانا المال والولد يلهي عن ذكر الله. ثم قال: وأنفقوا وأنفقوا. الله سبحانه اللي خلقنا شق أسماعنا وأبصارنا، وإذا قال للشيء كن فيكون، مو بقادر على أن يغير حالك من حال سيء إلى حال أحسن؟ قادر أو مو بقادر؟ قادر. لكن أنت الله ترك لك منافذ رحمة، منافذ نجاة، اللي هي الآن الإنفاق. وأعظم الإنفاق وأجمله أنك الآن في وقف مدى الحياة داخل حدود الحرم في مكة المكرمة، الأجور مضاعفة، وفي يتيم تكون مرافق محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين. الموفق اللي اختاره الله من بين 8 مليار أو أقل بشوي من بين هالعالم كلهم البشر، يجيبك الله ويخليك تنفق 300 ريال الآن لجمعية البر الخيرية بالجديدة. ترى الله اختارك، وأنت يا أختي الله اختارك وخلاكم تدخلون تطبيق الراجحي أو الآيبان البنوك الأخرى أو الباركود أسفل الشاشة، صوروا ودخل المتجر على طول. 300 ريال تفقرك؟ تفقر يا شباب؟ والله أنا ما تفقر. شوف بيض الله وجه الشباب، الله يغنيهم يكثر خيرهم، وأبائنا وأهلنا وربعنا وجماعتنا. جينا بنعزم الضيف أكرمناه بال3000 وال4000 الذبيح والذبيحتين والثلاث، صح؟ ونبي الأجر من ربي ونبي الجمالة، ولا لا؟ هذه الأجر الجمالة عند البشر عشان يقول فلان كريم ولا عشان يقولوا ها. لكن الآن أنت خلك جمالة مع الله، كأنك اليوم ها يعني شيء المعنوي الجميل، كأنك اليوم تعازم الأيتام بدل ما تذبح لهم طلي، قيمة الطلي هذه حطها في هالوقف. والله إني صادق، كأنك مقلدهم تقول سم الله يحييكم على عشاكم، حطها في اليتيم اليوم وقل اليتيم هذا عشاك وغداك وأمور الصحية اللي تخصك والكسوة الشتوية والصيفية وأمور تعليمك وتربيتك اللي يساعدون فيها الجمعية، كأنك اليوم تكرمهم بكرامتهم اليوم عن طريقك. 1500 ريال اكرم ضيفانك اليوم اللي تشاهد اليوم، شاهدنا اليوم تكلم عنهم على الشاشة على الهواء مباشرة، فاكرموا الأيتام لا نخليهم إن خليناهم تراحوا للشبهة وللشهوة نقصهم مال تروحون الأمور الردية الله يكفينا الشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم، احنا مؤمنين ها، وتراحمهم بأن نرحمهم، وتعاطفهم العطف ان نعطف على الايتام وعيالنا ذول. الايتام منهم جايبينهم من الفضاء ومن المريخ؟ لا، ترى عيالنا، ترى هو يا غامدي يا دوسري يا قحطاني يا عتيبي يا مطيري يا القبائل كلها عيالنا، ما لهم الا الله سبحانه وتعالى. ثم احنا فنوقف معهم ونخليهم حولنا حوالينا لاجل ان نرعاهم ويمشون صح، لان زمن الشهوه في ناس يستغلونهم، ما عندك فلوس انا اعطيك فلوس بس ابي منك الحاجه فلانيه، ولا بيبوا الاشاره يفهموا، وزمن الشبهات يحرفونهم يودونهم الأمور الضياع والضلال، يا إما إرهابي يخالف البلد وتوجه البلد، يا إما أحد في الفرق الضالة بسبب نقص المال. والله يحفظنا وإياكم من الطرق الضالة والفئات الضالة. حنا اليوم نحميهم بإذن الله سبحانه وتعالى حتى يكونوا معوى البناء لبلدنا المملكة العربية السعودية. والحكومة مشكورة وضعت جهات خاصة، وضع جمعيات مرخصة لجمع التبرعات عشان يكون في نظام، علشان ما يكون فيه لندعم جهات ذات الفئة الضالة وغيرهم. لا، أموال مراقبة فيها حوكمة لأجل أن تصل الأموال المستحقيها بطريقة نظامية. فالآن لا نخلي عيالنا يروحون لدروب الشينة، تبرعوا لهم يا مال الشحم، خلونا اليوم نكرمهم ونعطيهم كرامتهم. احنا نقول اقرطوا على عشاكم، احنا نقول اليوم اقرطوا على كرامتكم، إن نخليكم محافظين وسطيين تحت عيون أمهاتكم الله يحفظ أمهاتهم، تحت عيون الجمعية اللي عندهم مربين ومدرسين ومعلمين ومعلمات عن طريق نحن. والجمعية الله يجزاهم خير ترى جابوا لكم وقف في مكة داخل حدود الحرم عشان أنت أخوي وقتي تأخذ الحسنات والمضاعفة في الأجور. 300 ريال لا تبخل على نفسك، خذ صك كفالة اليتيم. أبغاكم اليوم تتواصلوا مع الجمعية بالواتساب تزعجونهم، ما بالجمعية اليوم يقول ناصر العالم كبوا علينا كب مو طبيعي، اطلبوا صك كفالة يتيم، وطلبوا بطاقات اهداء وثيقة تأسيس عشان يهدون آبائهم وأمهاتهم. زهراني بتقول شيء، والوقف الجمعية الآن على الشاشة شوفوا المشاهدين. نبي نكمل يا شيخ فلاح ومناحي، ومعكم سيف الجنيبي في مكة المكرمة، بتروحون بكرة وتعطون العلوم. زهراني ايش تقول يا زهراني؟ أول شيء الله يبيض وجهك على التذكير، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالشيء الثاني اليوم أخوي ناصر الله يبيض وجهه سوى مبادرة رسائل الأمهات للمتسابقين، وأنا حاب أهدي أمي سهم والله يجعل في الموازين حسنات. الله يرفع قدرك وبيض الله وجهك. هذا الشيء اللي اقدر اعبر به عن شعوري.
اتجاه امي. والله يجزاكم خير. الله يعزك يرفع قدرك يا عبد الله، ونعم الابن انت. حفظ الله لك والدتك ووالدك وكل من يشاهدنا ورعاهم، واسال الله سبحانه وتعالى لمن تبرع وانفق ورحم اليتيم ان الله يرحمه، فالراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم. فاذا رحمت فابشر بالخير ليرحمك ربي. واسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرفون عظم الامر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم. كان الرسول يتبرأ منك اذا ما اهتميت بامر اليتيم اللي يبني له الوقف حتى يكون له ايراد وايجار سنوي يعطونها الايتام. الرسول كانه يتبرأ منك. انا اقول لك هذا يعني كانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: انا وكاف اليتيم كهاتين في الجنه حتى احفزك يا عبد الله تكفل اليتيم. ثم قال: اذا ما اهتميت في اليتيم فلست منا. اذا ما اهتميت، اليتيم مو مسلم اللي الان تكلم عنهم الان. فالرسول صلى الله عليه وسلم كانه لسان حاله يقول: اذا ما اهتميت في اليتيم فلست منا. كانه يتبرأ الاسلام ممن لم يرحم، ممن لم يكفل، ممن لم يقف مع المحتاج والمسكين. واحنا اليوم نتكلم عن جمعيه البر الخيريه بالجديده. ماذا يقول الله في كتابه؟ الله العظيم الكريم اللي قال في كتابه: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. في الانفاق والصدقه يا محمد، هي بشارة للمتصدقين والمنفقين في سبيل الله. بشارة. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأساً دهاقاً لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً جزاءً من ربك عطاءً حساباً رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. بارك الله فيك ويعطيك العافية. أبو بكر الصديق لما من اعتق بلال بن رباح؟ أبو بكر صح؟ إيش قال الله فيه؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كيف الإشارة؟ فأما من أعطى، فأنت الآن نتكلم عن اليتيم في جمعية البر الخيرية الجديدة لوقف اليتيم داخل حدود الحرم، فأنت تعطي من إرادة أنك تتقي الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أنت صدقت بما قالها الله بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله فسنيسره لليسرى، من يسر لك الخير في الدنيا والآخرة. فأبشروا بالخير يا أهل الخير، ولا تحرمون اليوم اليتيم من وقفتكم، خلوكم جنب اليتيم، نعطي اليتيم اللي يعطينا الله من واسع فضله. وهذا تبرع 300 ريال من محمد العريمي، الله يكتب اجره، اظنه من عمان العريمي ولا لا؟ صحيح؟ ها؟ خوالك؟ ونعم ونعم فيهم، تحيه لخوال الرجال. وكذلك تبرع 150 ريال من سالم المري، وهنا تبرع من شريفه الغامدي 300 ريال، وهناك تبرع من فاطمه علي تقول بنيه خالي رحمه الله ب 300 ريال، وهناك تبرع تقول بدون ذكر اسمي وتقول اتمنى منكم الدعاء لامي وابي بالصحه والعافيه وطوله العمر. وهناك تبرعات كثيره صراحه من عبد الرحمن محمد، وهناك سالم المطيري 300 ريال، وام عامر تبرع 300 ريال، وهيا تبرع ب 150 ريال. اسال الله سبحانه وتعالى لمن انفق وشارك وتبرع وقدم لليتيم رحمه باليتيم والمسكين
أن الله جل في علا وتقدس في سماه أن يعطيه من واسع فضله وكرمه وعطاءه. يلي تتبرع تراك أنت بتكفى اليتيم، وصدقتك هذه ترى معانيها عميقة جدا، أنت تنفق نفقة فتذهب لتقع بين يدي الله فيربيها الله الغني عنا ونحن الفقراء إليه، يربيها كما يربي أحدكم فلوة اللي هو صغير الخيل صغير الحصان اللي هو المهر، يربيها لك حتى يجي يوم القيامة تشوف صدقتك هذه اللي أنت تحس أنها ثقيلة عليك يثقل لك الشيطان، لأن الشيطان يعيدكم الفقر يخوفكم، والله يعدكم مغفرة منه ورحمة. تجي يوم القيامة جواب الحسنات يا ربي كيف جد الجبال، تراهي بسبب هالصدقة اللي هي مدى الحياة في مكة لأجور مضاعفة تنالها يوم القيامة يرحمك الله بها. ليش الله جعل باب الصدقة باب الجنة؟ أحد باب الجنة الثمانية باب الصدقة لعظم مكانة الصدقة. أسأل الله سبحانه وتعالى لمن أنفق وشارك أن يجعل ميزان حسناته، وإن شاء الله أن نبشر اليوم بإنفاقكم وصدقاتكم وتبرعاتكم، والكلام موجه للجميع إخواني أخواتي المشاهدين والمشاهدات، مو هو بلي واحد أو اثنين، لا إحنا كلنا لكم الكلام ذا. واللي ما يقدر ينشر الدال على الخير كفاعل، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من دعا. فأنت الآن تقدم الخير بالنشر بالتواصل بالتبرع، وين رجال أعمال؟ ترى في سهم عند الجمعية اسمه سهم البركة بألفين ريال، ألفين ريال هو إيش متر مربع قيمة متر مربع، في أزينك تبرع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرك ويجعل ميزان حسناتك. طيب إحنا ختمنا ومع الاتصال. طيب يقول اتصال وصل يا حبيبنا سيف الجنيبي، ولكن من ابن الشيخ غريب الجنيبي اللي هو هلال غريب الجنيبي، ونقول لك مساك الله بالخير يا ابن السلطنة أخواننا في عمان، حياكم الله ومساء الخير. مساء الخير. الله يحييك يمسيك بالنور يا أستاذ ناصر، حياك الله. الله يطول عمرك ويحييك. تعال معي يا سيف هنا عشان حياك الله يا هلال، كيف حالك طال عمرك؟ معك هلال. هلال هلال وليس هلال. هلال ايه الكنترول قول هلال، اجتهدوا وحطوا شده من روسهم. الله يحييك يا هلال. هلال والدك الله بيض الله وجهه قدم هديه موقف من سلطنه عمان اليوم تكلمنا عنه، وخلينا حمله صغيره كذا شكر له. وش في خاطرك باسمك باسم والدك؟ الله يسلمك. الله يسلمك. ارفع الصوت يا كنترول ما نسمع. حياك الله. الصوت واضح الحين؟ واضح بس عندنا السماعه الداخليه الثانيه ما هي شغاله يا منيب، رجاء عشان نسمع. تفضل تفضل يا هلال الآن نسمع. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله يا هلال. يا أستاذ ناصر، ونحيي طاقم البرنامج هذا الناجح، نحيي الشباب المشاركين كلهم جميعا. وفي الحقيقة هذا البرنامج اللي تقدمه قناة الواقع برنامج هادف وبرنامج يعني يثقل مواهب الشباب، والشباب مثل ما هو معروف هم ثروة الأمة. الله يبارك فيك. فجزاكم الله خير الجزاء، وندعو الله إن شاء الله أن يعز المملكة بملوكها وحكامها وشعبها، ودائما إن شاء الله تكون في رقي وفي رخاء وتؤدد مستمر إن شاء الله. الله يعطيك العافية هلال. سيف الجنيبي الآن بيكلمك يشكرك ويشكر والدك، وعنده كلام في خاطره. وش بتقول يا سيف؟ مرحبا وسهلا يا شغل مايكك يا سيف. مرحبا مليون يا الشيخ، الله يحييك ويبجيك، جزاكم الله خير والله يم الحالكم. وعلشان الشباب تكونون بالصولة ترى بكرة السبوق يمت مليون و200 ريال سعودي. ما شاء الله. نعم ما شاء الله. ولكن بما أن من عند شيخ هذه الروح عن 10 مليون للمانة. وبيض الله وجهك. قيمة لك يا سيف الجنيبي قيمتها السوقية مليون ريال سعودي وزيادة. أشهد بالله. ما شاء الله. يعني اليوم أنت وصلك مليون ريال سعودي. أشهد بالله. يعني خلاص عشانك البرنامج. طيب خدت المليون وفلحت. سمي فيصل. مليون جاء. نعم. أشهد بالله. ما شاء الله تبارك الله. هلال دعمكم لسيف المعنوي المادي ما شاء الله قدمته هالبكرة، وابغى دعمكم انتم لسيف في المنافسة في البرنامج، وانتم تمثلون السلطنة بما انك اليوم انتم داخل معنا وسيف يمثل سلطنة عمان. عطنا رسالة لك باسمك واسم والدك على الهواء مباشرة، دعم لهذا الرجل اللي كان بارد اليومين اللي راحت ولكن اليوم والبارح مشعلن، وش بتقول؟
ومن احلى ناكد من خلال هذا الاتصال اللي انا سعيد بالتواصل فيه معكم دعمنا ومساندتنا للسيف اللي هو يمثل السلطنه ويمثلنا، وشرفنا اليوم بالحقيقه بهذه التفاعل والحركه هذه الفديهيه اللي رفع فيها العلم السعودي اللي هو يعتبر على علم الامه، وهذا العلم يعني في كل موقف بشوف لي في الشغل سيوف، والحمد ونهني سيف بهذه الموقف اللي تيمن فيه وشرفنا كلنا نحن القبيله واهل السلطنه، ونحن نقول من اول سيف جمهوره كبير، وفي هذا الحدث اللي صار ان شاء الله انه يعم ويكون الجمهور بدل ما هو جمهور السلطنه يكون جمهوره خليجي وعربي ان شاء الله باذن الله. الحين سيف يعني هي جائزة البرنامج ناموس ومليون، هو اليوم كأنه حصل على المليون وافلح ما شاء الله تبارك الله، لكن الناموس في تنافس بينه وبين زملائه للحصول على الناموس في البرنامج. أهل السلطنة داعمين لسيف للوقوف معه إلى الوصول إلى الجائزة والتتويج؟ أهل السلطنة داعمين ومستمرين ودعمها من سيف، وسيف اليوم يعني شرف الجميع ويمثلنا جميعا في الحدث هذا اللي صار، تضاعف الدعم والتآزر اكثر من اول. كفو، يستاهل، يستاهل سيف. شكرا هلال الجنيبي، صح الشيخ هلال الشيخ هلال الغريب الجنيبي، كم قناه الواقع على هذا البرنامج اللي صراحه يعني ما نقدر نعبر عنه، برنامج نحن نسمع يعني ونتابع البرنامج يعني فوق يعني صقل المواهب الشبابية، كذلك الوعي والإرشاد والجانب الديني يعني صراحة برنامج ناجح بكل المقاييس، ونشكرك الأستاذ ناصر الغامدي أنت والفريق اللي عندك كلكم، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح. الله يرفع قدرك، شكرا لك هلال الشيخ هلال بن غريب الجنيبي على المداخلة وعلى هالدعم المعنوي. واليوم سيف سعيد جدا لأنه سمع صوت واحد من سلطنة عمان، فأعتقد خلاص راح ياخذ باور عالي جدا أكيد. للوصول النهائي والحصول على التتويج والناموس والمليون ريال، هذه لازم توزعها بين زملائك، خلاص انت حصلت على مليونين ما يصير، الهم اللي يصرخ واطرم ان شاء الله، وقول بياض الويه ان شاء الله، وعسى ان نكون عند حسن ظنهم ان شاء الله. ومرة هني أخواني هذا كلنا، أي واحد بيشل لأنه ماس كلنا نحن شالينه، ومكسب خوتهم الله العظيم إنه يسوي مال الدنيا واللي فيه للمال، ووقوفي عندك الروح هذه بحد ذاتها نوماس، الله يطول عمرك، الله يرفع قدرك، الله يعزك، يرفع قدرك وشارك وبيض الله وجهك، تستاهل ما شاء الله تبارك الله. يعني شوف هالمشاركة، كنت قبل يومين عاتبة خلف الكواليس على برودة على عدم عطاءه، وقال لي والله النوم احيانا الظهر الكهرباء تطفي فما ينام زين، في فعله بسيطه ما اخذت ثانيتين، لكن جته برده الفعل بكره عمانيه بقيمه مليون و200 الف ريال سعودي، فهنيئا له، والخير ان شاء الله هذا له ان شاء الله في الدنيا، وباذن الله تكون له في الاخره جنه عرضها السماوات والارض، لانها رفع رايه وشعار التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله ان تسقط على الارض، فبيض الله وجهه وجزاه الله خير سيف الجنيبي، ومثلنا في هالفعله خير تمثيل. كل الشكر والتقدير لكم يا شباب واحد واحد، يعطيكم العافيه على تفاعلكم على حضوركم على ابداعكم. شكرا لضيوفنا هيثم الحاني ومحمد مكي، يعطيهم العافيه لتميزهم وحضورهم اللي اليوم داهمتهم، جونا ضيوف هنا وسلمت عليهم قلت البس مايك وادخل هواء، قال يا رجل خلنا نلبس، قلت ما في لبس ادخل هواء. فابدعوا والله، يعطيهم العافيه، انا اللي اعطيهم تحيه الحين، تحيه للشباب الجديد، الله يسعدهم، الله لا يحرمنا من تواجدهم، نستودعكم الله الذي تضيع ودائعه، ونترككم مع سلمان ملهي ومسابقه اللي عليها شغل عدل وحماسي جدا في المسرح الكبير، اتمنى لكم التوفيق في امان الله. كارزماوي والراس طايل لمركز دايم ما على وايل ومثبت افعالي بالدلايل، انا كارزماوي 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 وبتحدى اقلط على الطالب وانا المبدأ مليان
لا 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 اول 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 ذب على ابو علو شاء الله يلا عيش اللحظه عيش اللحظه عيش اللحظه خلنا نعيش ذب على طقم طيب عادي شوف ذب على طقم لا خله 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 لا ذب عليه ايش فيك شكله جاي على بولت هو السلام قدر امي قدر امي عطى 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 لا تحل لا تحل عطى خله 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 هوش له واحده ها لا اقدر هاري بوتر شبيع سامجي تيمون بومبا النمس ذا مو بصاحي ذا